نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيها العفريت إذا كنت هنا جنبي. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيها العفريت إذا كنت هنا جنبي. بيحكي فيلمنا اليوم عن قصة حقيقية ومخيفة ومبنية على أحداث واقعية حصلت مع هدول الناس بتركيا بعد ما تعاملوا مع السحر والشعوذة، ولح نعرف مصيرهم بنهاية الفيلم. بس قبل ما نبدأ، سموا بالله ودوسوا على زر اللايك والاشتراك لتفتحوا نفسنا على الشغل. بيبدأ فيلمنا بقرية كارجاك بتركيا مع مشعوذة وشوية ناس عم بيدوروا على كنز تحت الأرض اللي مرصود من قبل العفاريت والجن، وعم تقرأ طلاسم وكلام مو مفهوم وتعمل تعويذ وشعوذة اللي بتعتمد فيه على قطع أرجل الحيوانات وهن عايشين. بيوصلوا على مكان بالغابة وبترسم خطوط على الأرض وبتحط قطع من الورق وبتذوبهم بالمي والدم وبتقرأ شغلات مخيفة ومرعبة وبتشرب المي. منجي للوقت الحالي ومنشوف أليف عم تحكي لرفيقتها عن منام مرعب، وكانت رايحة تفتح البراد وشافت عنكبوت وصارت تقص له رجليه بالمقص وحدة ورا التانية، وكل ما تقص رجل كانت تسمع صوت مخلوق غريب. بتقلى رفيقتها أنه جدتها أقسمت أنه عمها شهد على الحادثة شخصيا، أنه كان في مشعوذة بقريتهم قطعت رجلين العنكبوت بالمقص لتعمل تعويذة لحماتها، ومن وقتها اختفت حماتها وما عاد بينت أبدا. وفي يوم شافها راعي بالغابة ورجليها مقطوعين، ولما شافته صارت تصرخ وهربت زحف، ومن وقتها انربط لسان الراعي وصار مجنون. بتفوت عليهم أمها لأليف وبتنادي لهم على العشاء وبتطلب من رفيقتها تنام عندهم لأن تأخر الوقت. وبعد العشاء منشوف أمها لأليف وأبوها عم يتهامسوا بسر غامض وخطير ومترددين يقولوا لأليف الحقيقة ولا لا. وفجأة بتوعى أليف على الأرض بسبب إصابتها بنوبة ربو. بتروح تاني يوم أليف بتقابل حبيبة جينيك اللي بيكون جايب لها سنسال باسمها باللغة العربية، وبتقله عن المنام بس بيتجاهلها وبيقلها لا تفكري بشغلات وكلها كوابيس عادية. وبعدها بتروح على الماركت لتشتري غراض. ترجع أليف على البيت وبتفتح علبة البيض بمقص وبتخلي المقص مفتوح، ولما نتحط البيض بالبراد بتوقع منها وحدة بس ما بتنكسر، وبتستغرب أليف من هالشي. بتجي لتحط اللحم بالبراد وبتتذكر المنام عن العنكبوت اللي كانت عم تقص له رجلي وقصة المرة اللي عملوا فيها السحر، وبتخاف أكتر لما تشوف المقص عم يهتز لحاله ويتحرك وبيغمى عليها وبتوقع على الأرض. وبس تفتح عيونها بتتفاجأ أنه البيضة مكسورة، وبيجوا أهلها على البيت بيساعدوها بالتنظيف بس ما بتخاف بتخبرهم بالقصة. باليوم الثاني بتجيب امها بصارة لتشف لها الفنجان، وبتسألها البصارة اذا كانت عم تشوف كوابيس ومنامات مخيفة، وبتقلها فعلا انه شافت كابوس وكانت امها بالمنام حاملة سكينة وعم بتصرخ عليها. وبتقلها البصارة الله يرحمها. تنصدم الام كيف عرفت البصارة مع انه ما قالت لها انه امها ميتة، وبتقلها البصارة انه اسم امك هيلدا وكانت معصبة منك قبل ما تموت، وانا بعرف انك مخبية سر غامض وخطير. وبتعترف الام انه ابوها مات بعد اسبوع بعد ما خلفت بنتها، وامها اعتبرت قدوم البنت فعل سيء وشرير. وهون بتجي الف من برا بتسلم عليهم وبتمشي. بتشوف البصارة اللي بتتغير ملامحها وبتطلب من الام تجي مرة تانية لتبصر لألف، بس الام بترفض لسبب غريب. واثناء ما بتكون الف عم ترسم بغرفتها بتسمع صوت طفل صغير جاي من اللوحة اللي جنبها، والمسا بتقول الام لجوزها عن البصارة اللي قدرت تعرف بماضيهن الغامض. وبالليل بتسمع الف صوت حشرة وبتروح بتمسكها وبترميها من الشباك، وبتلاحظ خيال مخلوق متخبي بالعتمة وبتخاف بتركض على تختها. وفجأة بتسمع صوت طفل عم يصرخ وبينخبط الباب وبيصير يهتز، ولما يفتح بتشوف شخص مربوط داخل كيس كله دم وعم يصرخ ويحاول يفك حاله. وفجأة بيطلع مخلوق كأنه عم يخنقها بس بيكون منام، وبتصحى مرعوبة. وتاني يوم بنشوف أبوها الدكتور اللي طالع من غرفة العمليات وبيسأل أخوه رح يخبر ألف بالحقيقة، بس بيقوله أنه خايف من ردة فعلة إذا عرفت ورح يلاقي فرصة مناسبة ويخبرها بكل شيء. بتسافر ألف مع جانيك برحلة، وبالليل بتفتح عيونها على أصوات مرعبة وبتشوف أمها وأبوها وأشكالهم بتخوف، والمشعوذة اللي شفناها ببداية الفيلم وعم بتقل عن السر اللي مخبى عليها. وبيظهر شخص اسمه إبراهيم ومعه وحدة وطفلة رضيعة عم تصرخ. تصحى أليف مرعوبة وبتصرخ على جينيك اللي بيحاول يهديها، بس بترجع بتتكرر الكوابيس وبتصرخ وبتصحى من نومها وبتقله انه نحن لازم نمشي من هون. على الطريق بتتصل أليف بأمها لتقلها انه راجع على البيت، بس بتجي سيارة ضخمة وبتضرب سيارتهم وبيموتوا أهلها، وبتم إجراءات الدفن وبيصلوا عليهم قبل ما تعرف أليف السر الخطير اللي مخبيينه عنها. بترجع على بيتها وبتصير تتخيل أصوات أهلها، وبتشغل أشرطة الفيديو المسجلة وبتشوف حياتهم القديمة، بس فجأة بتسمع صوت غريب من داخل الخزانة، وبتفتح الباب وبتلاقي جوزة وملفوفة بخيط، وبتلاقي بقلبها شقفة
فتور أو سن بشري. بتروح لعند الشيخ وبيقلها بجوز هي تعويذة لحتى تحميكي، وبتقله بجوز هي أما سعوت لها الحجاب. بيقرب الشيخ شغلة من إيده وبترجع بتظهر الساحرة وبيقلها هاد العمل من صنع مشعوذة، وبيقرأ قرآن وبيعطيها طاسة لحتى تشرب مي بس بترفض. وبيكتب الشيخ كتابات غريبة على ورقتين وبيخليها تمسكن وتحط إيديها بالمي، وبيصير يقرأ قرآن بصوت عالي وبيشغل بإيده قداحة. بس فجأة ألف بتخاف وبتهرب، وبيقلها الشيخ لرفيقتها أنه في شيطان متملكها ولازم تديري بالك أنت وياها. بترجع ألف على البيت ومن دون وعي بتقص شعرها بالمقص وبتاكله، وبيقلها عمها أنه أهلها ماتوا وأخذوا معهم سر خطير وإجا الوقت لحتى تعرفه، وبيقلها أنه أبوك وأمك ما بيقدروا يخلفوا أطفال وطلعوا مرة يشتغلوا بقرية اسمها كارجاك وتبنوكي من الميتم اللي بالقرية وأبوكي اسمه إبراهيم. ترجع ألف على قريتها وبتدور على شيء بيقدر يساعدها لتعرف حقيقة أهلها، ولما تسأل الناس عن أبوها إبراهيم الكل بيخافوا وما حدا بيرد عليها أو يعطيها جواب. بتكمل بحث بالقرية لتوصل على قبر أبوها الحقيقي إبراهيم، وبتشم ريحة كريهة جدا وبتتعرض لنوبة ربو. بيغمى عليها وبتضل الليل نايمة جنب القبر، ولما تصحى بتهرب من المقبرة، وأثناء سهاتها بتسمع صوت طفل غريب وبتتعرض لحادث مع خنزير بري. بتفيق بتلاقي حالة مع وحدة أخدتها على بيتها بعد ما تعرضت للحادث، وبتسأل ألف إذا هنن بقرية كارجاك، بس بتقلها أنه كارجاك هي القرية المجاورة. بتقابل ألف جوز المرة اللي أنقذتها وبتسأله عن قرية كارجاك، وبيقلها أنه كل الناس اللي فيها هربوا وما ضل فيها غير 10 أو 15 شخص بسبب المشعوذة أوما اللي كانت عايشة فيها. وبهي الأثناء بتكون رفيقتها وجينيك جايين لعندها، وبتقله عن الكابوس اللي شافته وضلت ساعات تصرخ بالحمام من دون وعي. وبتطلب ألف من جوز المرة يقلها عن قصة القرية، وبيقلها أنه قبل 20 سنة كان في مشعوذة وكانت امرأة متسلطة واسمها أوما اجت على القرية وما حدا بيعرف عنها شي، وتجوزت وخلفت طفلين، وبعد فترة اختفوا الولدين وجوزها. وقالت بعدها أنه عندها جني بيساعدها، وصاروا يتوافدوا عليها الناس لتساعدهم يلاقوا الكنوز، وكانت بتقطع رجلين وروس الحيوانات بالسكين من دون ما تسمي عليهم أو تكبر، وبتاخد العيون وبتعمل فيهم سحر وتعاويذ. وفي يوم راح لعندها شخص اسمه إبراهيم بيعاني من مشكلة بالإنجاب، وطلب منها المساعدة لحتى مرته تحبل، واستعانت بالجن لتعمل تعاويذ وصارت تتردد على بيت إبراهيم، والناس كانوا يسمعوا أصوات صريخ طالع من بيته، بس ما نجحت التعويذة وقررت تستعين بجن وشياطين أقوى. وبعد فترة صارت مرت إبراهيم حامل، ومن وقت اختفى إبراهيم ومرته والمشعوذة وصاروا يسمعوا أصوات حيوانات وتهويدات من بيتها، وما حدا بيعرف عنهم شيء أو كيف اختفوا. وبتطلب منه ترجع على القرية وبيقلها لح خلي ابني يوصلك. وبهذا الوقت بيكون جانيك وأولك على الطريق، وبيشوفوا شوية ناس قاعدين بنص الشارع. بينزل جانيك ليحاكيهم، بس بتقوم وحدة وبيقعد مكانها، وبتروح لعند أولك وبتصير تصرخ بكلام غريب لدرجة رح يطلع عيونها من مكانه. وفجأة منشوف جينيك عم يستنى أليف بالقرية، وبيقلها الحقيني وبيضل ساكت ومبين عليه ماله طبيعي أبدا، وبياخدها على بيت مهجور وبيفوتوا لجوا وبيقلها اطلعي وراي، وبيقلها هاد بيت أهلي. وبتسمع أليف صوت الساحرة اللي بتظهر فجأة على شكل شيطاني وبيصرخوا عليها. وبنرجع بالزمن 27 سنة، ومنشوف أبوها إبراهيم وأمها خديجة عم يتعشوا مع جدة وجدتها بنفس البيت، ومبين عليهم الحقد. بيقلها إبراهيم لمرته أنه لح يروح لعند المشعوذة ويستعين فيها حتى مرته تخلف. بتحاول مرته تقنعه ما يروح لأنها ملعونة، بس بيضل إبراهيم مصمم، وخصوصي أنه أهله حابين يفرحوا بحفيد. بيروح إبراهيم لعند أوما وبتبلش تمارس طقوسها الغريبة وتستحضر الجن والشياطين ليساعدوها، وبتحط قرابين من رجلين الحيوانات مع كتابات غريبة وبتحرقهم. وبعدها بتروح على بيت إبراهيم وبترسم على بطن مرته رسمة مخيفة بالدم، وعم تردد رموز شيطانية غريبة، بس بتفشل تحبل خديجة وبيقرروا يستعينوا فيها مرة تانية. وهالمرة بتطلب من شيطان أقوى يساعدها، وبتقدم له متطلباته وقرابينه، وبتروح على بيت إبراهيم. بتربط خديجة على الكرسي وبتصير تصرخ للجن يحضر، وبتكرر طلبها وبتسكب دم الحيوانات على راس خديجة اللي بيتلبسها مخلوق شيطاني بيحكي بصوتها، وبتصير تصرخ بعبارات غريبة ومرعبة، وإختها جنبها رح تموت من خوفها. وفعلا بعد فترة بتخبر جوزها أنها حبلت وصارت حامل، وبينبسط من الخبر. بيروح إبراهيم ليكافئ المشعوذة، بس بتصرخ عليه وهي خايفة ما يرجع لعنده أبدا، ولازم ينزلوا الولد لأنه الشيطان قوي، وصار يتردد لعنده ويطالبها بالولد ورح يتردد عليهم هنين كمان. بيرفض إبراهيم ينزل الولد، وبعد فترة بتخلف مرته وبتجيب بنت، والكل بيفرحوا فيها، بس المشعوذة عم تتعرض للأذية من الشياطين اللي انقبوا عليها، وعم بيطالبوها ترجع الولد وإلا لح يموتوها. وبالليل بتروح بتهجم على بيت إبراهيم لتطالبهم بالولد، بس بيطلع بيضربها وبيرفض يتخلى عنه، وبتتمكن المشعوذة تسرق الولد وتاخده على بيتها وتقرأ عليه نفس الكلام المخيف، وبتسن المقص لحتى تقطع له رجلي، بس بيجي إبراهيم بالوقت المناسب وبيلبسها بكيس
وبيصير يضربها وبينزل الدم منها، وهي عم تصرخ ان الشياطين ما رح يتركوكن ويعاقبوكن كلكن، ولحتى يسكتها بيقطع لسانها. بياخد ابراهيم الولد وبيطلع من البيت، بس على الطريق بيوقف بالغابة ومبين عليه شكله غريب، وبيحفر حفرة بالعتمة. وأبوه وأمه طلعوا من البيت وراحوا لعنده، وبينزلوا بالحفرة بإرادتهم ومن دون وعي، وكأنه في حدا مسيطر عليهم. وبنفس الوقت بتكون خديجة مع أختها عم بيجهزوا فستان عرسها، وإبراهيم بيروح للزريبة وبصير يهتز كل شيء، وكأنه عم ينضرب وروحه عم تنسحب منه لحد ما يموت. وبتكون خديجة وأختها بالبيت علقوا مشنقة بالسقف، وبيطلعوا بيعلقوا حالهم وبينتحروا، وبتضل البنت لحالها بالغابة. ومنشوف إليف بين إيدين المشعوذة وعم بتمتم بتعويذات بعد ما انقطع لسانها. وهيك بيكون الجن انتقموا من كل العيلة حسب ما قالت أوما. ومن هداك الوقت اختفت إليف وما عاد لأولى أثر. ولهون بيكون خلص فيلمنا. إذا كنت جديد بالقناة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. منشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله.